جميع مزاج جديد، سيارة جميلة. نقطة مهمة يا أخوان أقولها شخصيا، يعني أنا ما أحب التعديل الكثير على السيارات، بس للأمانة السيارة هذه جميلة، ومو أي تعديل، يعني مو أي جنط تركبه ومو أي كت تركبه ويلا أنا عدلت سيارة، لا سيارة جميلة. وشوف الفيديو بالكامل واستمتعوا، نوريكم السيارة. راح تنزل مزاد لمدة 4 أيام في مزاد صفقة كومارو 2011 SS كشف. طبعا أول شيء عليها لوحات سعودية، نوريكم وقف كده. أيوة شوف الكيت اللي على السيارة كامل، الفرونت والرير، الأمامي والخلفي. شوف الشبك الأمامي هذا كله كاستم، اللي من هنا كله كاستم. طبعا عندكم الويلز والكفرات حجم 24 إنش من شركة أمريكية معروفة تسمى فورجياتو. حقين الويلز والكاستم والتعديل يعرفوا الشركة هذه، الجنوط مش رخيصة يعني. كشف الداخلية جلد، وكذلك تعديل جميل. كاستم الانتيرير بالكامل راح تشوفوه. السيارة ماكينة، في الداينو عندنا هنا يوضح 421، لكن على الكفر 600 حصان سوبر تشارج طبعا على كلام صاحبها، وهنا الداينو عندنا كذلك، فمعناته 600 حصان على السيارة. شوفوا الكت الخلفي، الوايد بودي كت، صراحة شيء جميل. في ستيريو كذلك، الكين وود ستيريو جميل، راح نوريكم الآن بعد شوية. طبعا السيارة راح تنزل مزاد، موقعنا في جدة طبعا، مزادنا أونلاين اللي هو صفقة.sa. من الإضافات اللي على السيارة كذلك عندكم التسونامي واير في الانتر كونكت طبعا في الستيريو، عندكم الاكزوست لونج تيوب هيدرز، وعندكم كذلك الماجنا فلو كات باك ستينلس ستيل طبعا 3 انش اكزوست. صراحة شيء جميل، يعني مو اي كمارو تقول تعديل شركة عدلت عليه، لا يعني صراحة سيارة جميلة. الممشى موضح لنا في العداد، الآن أوريكم الداخلية بالكامل، 3193 مايل. راح نشغل السيارة، راح نوريكم كل شيء. مزاد لمدة 4 أيام طبعا، حاب تشارك بمزاد أونلاين راح نحط الرابط. في ملاحظة يا أخوان هنا، دقيق على الشيء هذا، شوف الداخلية ما شاء الله تبارك الله، عندكم الجيجز الانتيريور بالكامل معدل، عندكم هنا جلد وهنا مخمل او قطيفة تسموها، شيء جميل. طبعا راح نشغل السيارة وراح نفتح السقف، تعال كذا نوريهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تعديل كامل، بوينير، عندك السيستم كامل، فورجياتو الويلز طبعا الشركة هذه. عندكم مكيف من هنا يا اخوان، انتم شايفين هنا الان مكيف شغال. عندكم هنا الاويل، عندكم الاويل تمبريتشر، وعندكم الاويل بريشر اللي هو زيت طبعا الضغط هنا، عندكم التمبريتشر، هنا الجيجات، عداد السرعة، البنزين، الحرارة، الكاستم هنا ويل كامل، هنا جلد، هنا مخمل قطيفة يسموها، أوتوماتيك. راح نوريكم الماكينة، السقف كذلك، نفتح السقف، أوكي، وريهم هناك يا سلطان، دقيقة، وريهم من بعيد، سيارة جميلة صراحة. هذا هو اليوم الداخلية، تعال هنا.
شوفوا يا اخوان، في شاشه هنا تتحكم بالاضاءه من هنا، الشاشه هنا اوكي، وتتحكم بالاضاءه من هنا. تعالوا الجهه الثانيه، الاضاءه من هنا، شوفوا الشاشه هنا. وريهم الماكينه، تعالوا وريهم الماكينه، الشنطه مفتوحه. هذه الماكينة V8 8 سلندر سوبر تشارج، الأوراق الموجودة يوضح 421 على الكفر 600 حصان، عليها تعديل السيارة، سيارة جميلة راح تنزل مجال لمدة 4 أيام. راح نصور السيارة بالكامل صور تفصيلية، تحتاج أنت المشتري أو المزايد صور أكثر، احنا موجودين، الشباب موجودين هنا، تتصل واتساب، تيجي هنا أبد محل محلكم. تعالوا وريهم ال نقفل الكشف الان، وريهم الميز. في حكات بسيطه يا اخوان، لاحظوكم هنا، تلاحظوا بس الويلز، يعني صراحه شيء جميل على السياره. حجم ال 24 انش 24، كذلك الكت الخلفي وايد بودي كت، شوفوا الستايل من هنا كذلك، والتعريض اللي من هنا، الكين وود سيستم موجود هنا، ما شاء الله تبارك الله، سيارة جميلة جدا. وبعدين دائما في ملاحظة دائما أقولها، في تعديل عن تعديل يفرق كثير، مو أي سيارة تركب عليها جنطين ولا ستيريو، يعني في بعض الأحيان تعديل مكلف صراحة. وإذا أنت تحب التعديل والشو، هذه السيارة تناسبك. أي سؤال أي استفسار يا أخوان، احنا موجودين، راح ننزل لكم صور أكثر، وكذلك احنا نستقبل سيارات شبه يومي. إذا عندك سيارة جميلة كلاسيك حديثة تبي تنزلها مزاد في صفقة، مزاد صفقة، تواصل مع الأرقام، وحياكم جميعا. السلام عليكم.